الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، نبينا صلوات الله وسلامه عليه سواء صحابتي سلجوا يا وحكير النبي عليه الصلاة والسلام ميانا إذين شيئين ذنوب تواوين إلهي اللي قاله كبائر تليرادو كوة أغسي واوين ذنوب تأيو كبائر أو أي قيب سيهين ذنوب تكبائر يا صغائر أي قيب سيهين أي عدنا كوة كبائر تأي كلا منزل سريان أي كلا دنبيوين قصص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سدح جرب كعليه ميانا إذين شيئين ذنوب تواوين كوة واوين ميانا إذين شيئين مركز وحي رضي ها رسول الله ونوشه مركز النبي عليه الصلاة والسلام وعوشة يسدح كمدة ذنوب تإلهي لا قال كوة واوين وقلبك كوه الرئوية هي الإشراك بالله تبارك وتعالى إلهي أو وحل لو ذاجيو عنكو صوت المامني قلب كي وغوه الرئي جمع ذي هوري النبي عليه الصلاة والسلام وكل در دارمي معاذ بن الجبل وويري اعبد الله ولا تشرك به شيئا دنبي إلهي اللي قلو وحا أغوين إلهي أو وحل لو ذاجيو حقي أولها أو عدكر اللي قصيو ودنبي إلهي اللي قلو دنبي أغوين وياه نبي عليه الصلاة والسلام حكم بالله الإشراك بالله تبارك وتعالى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي نبي ويدي رسولك الله يو دنبي إلهي لقال كيبا أوي نبي عليه الصلاة والسلام حيري أن تجعل لله ندا وهو خلقك إن عد إلهي أوي يشع إذ لصمن حقي إساق أولها إذ كلك لصنته إساق أوك أبوري قف والبوح وقرسي هاي إنه الله أبو ري أبو رسي سب الله بي إذكر أبو رسي سقعانك قيستين يسنجر حق مركو كام مذنية هاي الله سبحانه وتعالى إذكر إنا ذن كسينين هديات سيسو حق إلهي وكوليا إذكر أبقائب كسيسو أما أبد كولا سيسو دنبي إلهي لأقل دنبي قوين وياه وأنا ذنوبت أوه وين إلهي لأقل عقاب تيسي عذاب كيس الغمط دنبي الله بعد نبي عليه الصلاة والسلام حير حقوق الوالدين لبدا والد ألغو عاسي قروبه لبدا والد ألغو عاسي قروبه لبدا والد قرآن الكريم وهوي عبه مركا آت فيرسه آياتك مركا إكاها لان حق إلهي كليها أدونك وحيكو حجينا يعني حق وأي محل قفك كليها والدين دي سأي كليه آيات فربضا بعت المامية واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك آيات بضنبا وحيا إلهي سبحانه وتعالى حقي سمركو الشيغي أياه كل ما نيهي حق والدك تانا وحيكو تسيسا حق والدك أوليه وين كيسا بل نبي عليه الصلاة والسلام حديث بكت الماما يا إن إلهي سبحانه وتعالى راليها شيسا يكو حرنتاي والد كودر هالي قريسو والد كاغا مركاد هالي قريسو إلهي باكارو هالي نقونا يا سبحانه وتعالى والد كودر لغا عريسيين وإلهي سبحانه وتعالى ودك عريسي سويا مروا البرداء إلهي وحاد كرادين إيسا والد كاذا كراد أهم يدا يواناق يدرجة يحق إليه والدك وحاكو تسينا ينندل يرأ أيا النبي عليه الصلاة والسلام يسوى الجهاد وجيده أيا صرع ويلك دلين يرضاه وحي رسولك الله إنان كراعه وجهادك كالقه بقلان رواه نبي عليه الصلاة والسلام وحوه يدي أحي والداك لبضي كل شيء من نوليه وقال سيري ها نبي عليه الصلاة والسلام وحيري ففيه ما فجاه إياه كو جهاد جهادك آدري هذين إيسا إياه كراري كل الله أبو إياه إياه الله أبو أنه ما أنت والدك عدك أمر قادني وأدغى النقول وعيرتها
ويرتع حقيقة ما أنت وحاجرة إن حقي والدك أولها إن بدن الوقب أطفالي أو سيدة أولها أن لو قدنين والدك وحانا عاصنة إلهي هي سبحانه وتعالى أو إلهي أن لو عاصي قروبين أي ألقوا أدعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحمر بإلهي كعرون يلقوا ما أدعية والدك أو إلهي سبحانه وتعالى أسرى لك أهي لكن وح الله وحي إلهي رأي لك يا يطن أو إلهي سبحانه وتعالى حقي ساندب كاغ إيمانين والدك واتكرها عيسى واتكوا أدعيسى ما أنت إن بضن وحاجرة والدينتي والدك أنت بضن إن أي قبلها أرويهين ورقى حغال قد يريني ووالدك قد يريني عذرك هو يو أي ويلش هذا أي مقالة هذا دقي أو قبل هذا لنا البدر كيسا قبل هذا لنا نوشا هل كاسي كتر سنتا كوان قرابة كرام بيهيب يا دار كيسا مركا ديب أصير راعدة أصير راعدة وحال أتاقي أرين فالحن أو أه وحال ودي ما ماذا وحي ليه شي ويدي حاسكي بي ليه شي ويدي حاسكي بي إسفامي واي وعددكي هوري ما ماذا مرك حاسك بإسبام وينه مصلحة أهم بان هلك أوجيني سأسألوا ليه سلام تي حاسك هذا أولاد في عنك سويسو إد بيرنا يسو وإسلام تي والد كهذا نعدي إد تورتي إيه توصين كتيري وحد كسويس أولاد بارية وعذق أنا مرك هذا وينه تود ويل نقطة كهيدو يد كسويس وعلاه بعيا مرك قفك مسلم كه إنه حساب تمو وحبذان وفيريو أو صنقرين مركا حالة التاغن وفيريو أنو صنقرين على الدنيا قضب كان وقضب كاللبات أما دنبق اللبات ذنوب تقوى وين كمدة دنبق السدحات موضوع أني هي قد بدأ نصو قاضني وهذا الكبينتا أما مرقاتي كعبينتا هذا الكبينتا نبي عليه الصلاة والسلام لبدأ الدنبي مركو الشيغة يا نبي عليه الصلاة والسلام هو دنجيجي أما وجه قليسنا نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكبانتا مركب برا رجينا يواصوت وصي نبي أو صوفر يستي كدبنا هذا الكاسو كوع العليا ور هذا الكبانتا اسكجرة أي كوع العليا نبي عليه الصلاة والسلام تانا وحيكو تصيسا هذا الكبانتا إنو سنوح سهلا نهي وحون النبي عليه الصلاة والسلام برا رجينا يي هذا الكبانتا هلك وجوه دنبي أهان يا هلك أي مجتمع كجوجان هذا كبين تال سيد الله فضي سنوي يا مرقاتك عبين تال سيد الله فضي سنوي يا شرع إجا إن هلك وكجوه أي نبي عليه الصلاة والسلام كبر رجيه هلك قصة عجيبة في صحيح البخاري وحاقوسه نبي صلوات الله والسلام عليه مرك الصلاة صباح تجي الصحابة ديس وقصة جد سنجري markaas wuxuu weydiin jiray war xalay wax riyooday ma jiraa buu dhigi jiray hadii uu jiro wax riyooday riyadiisa nabiga kaleey salaam salaam buu u sheegi jiray nabiga kaleey salaam salaam riyada ayuu u fasiri jiray wixii ilaahay ka garansiyo ayuu nabiga kaleey salaam salaam ka sheegi jiray subax subaxyaha kamida sida caadada uu ahaan jirtay nabiga kaleey salaam salaam saxaabadiisi markuu salaadii subax ka bixiyay ayaa wuxuu weydiiyay war xalay wax riyooday ma jiraa saxaabadu way aamuseen wax hadlay ma jirin taana waxay ku tusaysaa yacni habeenka wax riyooday inuusan jirin nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xalay anigaa riyooday waxaan ku riyooday iyagoo laba nin ay ii yimaadeen oo gacanta ay ii qabteen dhul muqadasa oo tahiran oo wanaagsan ay ii geeyeen waa riyo habeenka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday cajaa'ib fara badanna uu ku arkay habeenkaa salawaatullahi wasalaamu calayhi cajaa'ibta habeenka uu arkay waxay ahayd wuxuu arkay dad badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ka mid ah oo xayaatada barzaqa lagu cadaabayo arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni xayaatada hadda aan nool nahay iyo xayaatadii qiyaamada aakhirada xayaatada u dhaxaysa qabriga lagu nool yahay حياة هذا صاحب حياة البرزخية
xayaatada dad lagu cadaabayo oo qaabab kala duwan loo cadaabayo ayuu habeenkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam arkay. Waxaa ka mid ah waxyaalihii uu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkaa, nin taagan, ninna uu fadhiyo, nin baa fadhiya midna wuu dul taagan yahay. Midka taagan bir qalloocan oo af leh ayuu gacanta ku hayaa, oo biraha bujirka hilibka la surto oo kale ayuu gacanta ku hayaa. Markaasaa ninkan fadhiya ayuu u imaanayaa, markaasuu ka gelinayaa daankuu ka gelinayaa, waa ku jeexayaa ilaa uu qadaadka ka tago, intaasuu dharraac siinaya. Markuu qadaadka geeyo wuu soo wareeganayaa dhinacii kale ayuu sidii oo kale yeelaya. Inta uu kan ku mashquulsan yahay oo uu sidaa yeelayo, kii wuu sii bogsaanayaa. Sidii ayuu maxalle haddana ugu noqonayaayoo sidii buu u jeexaya. Sidaasuu ku cadaaban yahay ninka intay qiyaamada ka dhacayso. Intay qiyaamada ka dhacayso cadaabkiisa waa qaabka. Haddii qiyaamada dhacdo, qiyaamada haddii ay dhacdo, arrinka wuu ka sii adkaanayaa sidaa, oo aakhiro la tago waa ka sii adkaanayaa cadaabka sidaa. Oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii wuxuu ahaa qofka yacni halkan ku badbaado, waxaan umalaya aahaar cuhmaan inuu ahay inay ahayd baan filaya, yacni qofka halkan ku badbaado oo qabriga ku badbaado wixii ka dambeeyaa ka sii wanaag badan. Qofka halkaa jannada ilaahay subxaana wa tacaala iyo naxariistiisa ku helo, waxa ka sii dambeeyana waa ka sii wanaag badan yahay. Qofka halkaa lagu ciqaabo oo shido iyo dhibaato kala kulmo, waxa ka sii dambeeyana waa ka sii dhib badan yahay. Markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam labadii nin ee waday ayaa wuxuu weydiiyey, war ninkan sidan loo ciqaabaya loo cadaabaya muxuu yahay? Markaasaa waxaa la yidhi, waa ninkii beenaalaha ahaa ee beenta sheegi jiray. Beentuu faafin jiray, been buu qaadayaa, been buu alifayaa, wuu qaadayaa, dad buu u geynayaa, ama magaalo dhexdood buu ku faafinayaa. Yaa kama zuulayo in sidan loo ciqaabayo loo cadaabayo ilaa ay qiyaamada ka dhacdo. Bal qisadaasi bal u fiirsada xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo uu sheegayo iyo xilliga hadda aan nool nahay, bal isku barbardhiga. Xilliga iyada ah waxay ahayd qofka been abuuranayo, been inuu abuurto oo dad gooni ah, ashqaas gooni ah, ama tuulo yar oo dad yar degan yihiin oo gooni ah inuu gaarsiiyo. Laakiin maanta hadalka beenta ah ama been abuuradka wuxuu gaarayaa adduunkao dhan buu gaarayaa, ka gees ka gees yuu qofka gaarsiin karaa, wuxuuna ku gaarsiin karaa aaladda hadda la isticmaalo ay dadka ku wada xiriiraan ee social media la yidhaahdo ayuu ku gaarsiinaya, ama Facebook ha geliyo, ama WhatsApp ha geliyo, ama Twitter ha geliyo, meel alla meeshuu geliyaba warkiisa beenta ah adduunkao dhan buu gaari karaa. Haddii ninka waqtigaa noolaa sidaa loo cadaabay, kan waqtigan nool ee beenta alifanaya ee adduunkao dhan been ku faafinayo, cadaabkiisa intuu gaari karaa? Ya kan qiyaama xaguu gaari karaa? Maanta waad ogti, waa la socotiin, dadka waxay dhan la nool yihiin social media, la nool yihiin, weliba da'yarta iyo dadka yaryarka ah noloshooda qayb ka mida waa social media, oo in badanoo iyaga ka mid a aynan khayr iyo wanaag u adeegsanaynin, xumaan iyo shar, been, aflagaado, xumaan, in yar ayaa khayrka u adeegsata. Isagoo haddana uu barbardhac yahay oo laba af uu leeyahay, oo khayrkiina halkaa uu yahay, sharkiina halkan uu yahay, yaa dadka shaydaan iyo naf baa la xiriira, waxay in badan u adeegsadaan in la isku dulmiyo, qabiilada iyo maxaa lahayay lagu dulmiyo, degaamada lagu dulmiyo, shaqsiga lagu dulmiyo, been abuurad laga sameeyo, aflagaado lagu gudbiyo, ama qoraal ha ahaato, ama cod la duubay ha ahaado, ama video ha ahaadee, qaabkuu doonuhu u gudbinaya. Lianna waqtiga hadda aan nool nahay, war qof isdhaha maxaa loo la'yahay hadalka aad ku hadlayso, war miisaan hadalkan waa la qorayaa, waxaad qoraysana ilaahay subxaana wa tacaala waa arkayaa. War isjir oo waxa aad ku hadlayso ilaasho, dadki waa laga keri la'yahay, dadki waa laga keri la'yahay xaqiiqatan. Arrintaa khatar weeyaan walaalayaal. Waanaad arkayseen xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam
هي الرياضة النبي عليه السلام رياضة أنبياء ووحي ووحي إن محلها هي أرمها النوع على إسكجله أو قابت وناجع على أديك سد قابت حن الله إسكحرة أو حمان قف كلا أوسمي أما بين أبورت قف كلا أوسمي إن أنت الوير هذا الشر جراه هذا الشر جراين وضد كلا ألا وذاقين أيا للدنيا أو حمانتا مروا البقان نقطة قف قفول حمانتا شركة خيرك هي وناجنا فراء فراء إن النقطة للدنيا يا أنت هذا ولا صعدة معايا للنبي عليه الصلاة والسلام أيام معاد بن الجبل خير بضم بوشيغي مركز معاد ومكوشيغا وحا أن كوشيغا وطن وحكو أروريا كو هو يفرق بذين لكن هل أرن أو وحا صدن كو جمعي مكوشيغا ها نبي عليه الصلاة والسلام عرب كي سوق بطي مركز وحيير كان اسكاقبو كان اسكاقبو معاد وحييري رسول كلاه يو ما وحا أن كو هاد لينا نولا قبانيا مركز النبي عليه الصلاة والسلام حيري معادو هويدا هكو ويده ضدك ما وحكا لابا النار تكو قرام يا مركي لو ويدي النبي عليه الصلاة والسلام وحا أقوب بضن أي ضدك النار تكو قرام حاوي النبي عليه الصلاة والسلام حيري الفم والفرج وأفكا يفرجي حبين كالترنك لبدا ساوي حييهين لبدا أقوب بضن أي ضد نار كو قرام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيري قفكي إيه ضمان قاد لبدا إنو إلى لنيو وحن أدى ما نقاضي يا جنة إلهي سبحانه وتعالى ورقفك رب الجنة إلهي يو جنة إلهي قفك ربو عرب كاغ إلالي وخلقها كان بدقلو وقفناها كو الظلمين وقفناها كو أفلغادين وقفناها كو بين أبوران واسك إلالي محايا لما أنت داد كو بين أبورته وطاها لما أنت داد هيسايا كو بين أبوره وحرب تكشك يا إلهي بدهر تجد أنت سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الله لديه رقيب عدي وعلى واحد كوا شيء وقرن يحي وانا اللي ويدين دونا الله مالك مالك القيامه صلاه دادي يا صوم كادي يا حج كادي يا صدقات كادي اد كررنيد لقاتي او مفلس عير اد نقطي ميا ما واخ كوين با جيره خساره كوي صومكي اوي صلاه دي اوي زكاه دي اوي صدقه دي اوي حج كي اوي قف كلا كا قادني ما هي وا توكنيسا وواد سوميسا وواد حجينيسا وصدقات لبحيسا وواناقي ودنبات سمينيسا حقا ندد كيبات كعونيسا ودكوبين أبورانيسا ودحمان كشيغيسا وادونيسا مخلوقاتك يدد كورنات كهور كينتو ودعيبتيسا بنانك كينتو سو كما عبسانيسي مانك قيامة سوان كاذي صلاة تاذي ادكو داليس إلا قاقات إخواني في الله إلهي أنك عبسانو وان اسكي إلالين أرمها النوعة أرمها النوعة وان اسكي إلالين خاصة ذلك الدائر تأه إذا لن يرى ذا إن ألني إلا نلقى شيء خير كي يواناقي أن كنت توجيهن ومساجد حلقات قوني أهلو سمي إذا لن يرى لقى لها ذلك إن لسكوين يسيا ماها وإن علماء الله فريستان إذا لن يرى وإلا الشيكا يستان ويسود ويستان وواناقي تربية إسلامية إن يسيانوي ما إذا لن يرى لفوغي ماها وإن لسود ويستان هذه هذه قاعدة فوغي يسو كوح كلاي حزب كلا أصوات ويسانا يهيليا ويلي حريريا وحاك كلا جيرا ولا ليال وانكو درسانا يا انتا وزيادة ان وحا جيرا ابين ان ديرين بان كاد لي دالين يرتا يوحيالها دباتوين قد جيرا دباتوين قد لأبضان دالين يرتا يسو حاكم اذا لابا اهرين باوي قضبك كوباد وحاوي انا قداد كحيرتان قاب ان يعني إسلامي أهين أين أحرتان قدادك أو تمي هالكا أي جوغان أو قفك أرلي يابي بمدحي سمحاكو دعي عدلين أو إسراء قروح وواركو أو هالكا هوستا إنتو كحيرو أدمودي قيد أبق ساس أدمودي إنا يسامي سانيا يعني. لابا إيا التلفو ميل والبود هبين كي مرتو وحافر إيا دالينير دالينير بافر إيا وحيكون مشكول سي إسلامها اللي يا طبان دالينيرا ميل فر مت مت كلا الله اللي يمال وأيكون مشغول سين ميد ولا بتلاف وجيز يكون مشغول سين نين دالين يرى أو داعير أو هذا صوكة أي أو شهودي سي عصب طاير لا ذا أو شر ماشي يالو إنه إله يكرر يبى مو يعني عقلي كرر يبى ماله عقلي كرر يبى ماله مركو وح وحالي هو برارو جيي مركان محاضرة دي بوجي وحال إيش شيء جي إن مالها دولة كاونتي أي جلسي وايفي قط فريق
أي قرية أو قرية ملان مسايك برواق أكتي سأي كجرو أو لن يرب بدن أي سوق تغان هبينكي أو ميشا إلا تدب الساعة سيدين سأي كو قيران قاركوت ذاتك هدد بعض علي أو كو حساب تمايا مستقبل ويه بل إنو أقنبي مستقبل نويه أرماء نوعا وعان دولة فرنان وقارسين إياه ونصيحة إياه إنه أرنتاسي ويفقا كل إياه هرمر إياه ضدك هل هرمر إياه هاي البحام بإليه سامفي لها لكن مركي وناك أتسميني يا وحالة فيريا بنك مفسدادنا والا فيريا ماشا نفسهاتك كإيماني مصلحة كإيماني كيبا وي والا فيريا هذه مفسدة أي ويناتو واجبة مفسدة يعني لقى هرتقال الرياء يا هذه مصلحة أي وين تبرك مصلحة دي بعلى قبنا يا أرنتاسي سيد اللوجة تحدري كرو أما اللوجة هرتقي كرو أما أي دولة تكون كنترولي كران هذه حتى أي سكوت أيام بينك واحد بحنا يلا ما قرنا يا وعم بعد بحنا يا بينك ولا يعني هل قاسي فريستنا يا هذه أيه أو بهين أو حفيز سيد اللوجة بهين أنا كنترولان قال يرتن دعاء ومالها أكل إيسان وقلاني بانكو عدسانينا معايا الحمان تماشى القصة ميني نو البيجاري نو البيجاري وحانا كل رجيني إن دولة إنا يواناك يا خير يا هرمر واناك سنة إذا تكوهر سيدا حمان تنا يكوهر استيقا صلوا وصلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء دينك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقم الصلاة.